استؤنفت من جديد المفاوضات بين بني جانتس وبنيامين نتنياهو التي استمرت حتى ساعات فجر الخميس لتشكيل حكومة وحدة بعد أيام من جمود سياسي شهدته البلاد. بني جانتس الذي قاد انقلابا في حزبه يخضع اليوم تحت الضغط الوقتي مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي منحت له لتشكيل حكومة، فكل ما تبقى له هو 13 يوما تشمل إجازة عيد الفصح. فيما بدأ نتنياهو بالتصعيد في مطالب تكتل اليمين الذي يقوده، ما ينذر ببداية انقلاب على جانتس. المفاوضات بين الليكود وكحول لافان عمليا مفروضا تنتهي اليوم، هذا ما يضغط عليه جميع الجهات، وباعتقادي كمان رئيس الدولة يريد أن هذا الموضوع في نهاية الأسبوع. نقاط الخلاف هي طبعا السيطرة على ما يسمى المجريات القضائية. كحول لافان معنية بالسيطرة ولو جزئيا على المجريات القضائية للمحافظة على سلطة القانون. الليكود على ما يبدو وافق أن يكون وزير العدل من كحول لافان، على ما يبدو أنه نيسون كورن سيكون، وبالمقابل وافقوا بكحول لافان على ميري ريغر كوزيرة الأمن الداخلي. ملفات مرتبطة بالتعيينات وتوزيع الحقائب الوزارية لا تزال عالقة منذ أيام، ففي الوقت الذي يرفض كحول لافان عودة إدلشتين لمنصب رئيس الكنيست، يطالب الليكود بملف الخارجية الذي منح لجابي أشكينازي، وأشكينازي يطالب بملف وزارة الصحة التي لا يتنازل عنها يعقوب ليتسمان، الذي يدخل اليوم إلى حجر صحي بعد إصابته بفيروس كورونا.